الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وحنوس سعدي كتاب كيني لقوم عابيي تعليم الآداب والسلوك، تعليم الآداب والسلوك للمدارس الإسلامية. كتاب كان وحا قريسينا هرائد كوشيغي الأستاذ عامر أحمد ميو، وحان شرح يا أنيغا أوه أستاذ أيوب حاشي علي، وحان مرينا عشركا طبناد أيا نوغودن بيي. هدنا وحان كبلابي دونا عشركا كو إيا طبناد الدرس الحادي عشر. أدب القراءة: أقرأ بصوت مسموع وبهدوء ولا أصغب. أقرأ وحان أغرنايا بصوت عد أيانكو أغرنايا. أقرأ وحانكو أغرنايا عشركي غمر كان أغرنايا. أقرأ وحانكو أغرنايا بصوت عد أيانكو أغرنايا مسموع لمغلايو وبهدوء سيد جنان نوانو أغرنايا ولا أصخب من قيلنايو عد قيلاء وأن فهمين كديغ ما يعدكي. أدب القراءة مركا وحاويان أدابتا وحلو أغريو إن أرضيق لغو تربيهيو قابك وحو أغرن لها مهم ويان أدب القراءة. مركا وأقرأ وحان أقرنايا وحان كو أقرنايا عشر كيغا إيا درسي كيغا بصوت عد مسموع لا مغلايا عدتك إي مغلايان أما معلمك عشر كي إيدي جيساناي أو مغلايو أيان كو أقرنايا وبهدوء سيدة قنانا وانو أقرنايا هو وحبوب سيسا ما أقرنايو وهدي آن أخريو أن لفهمينين ولا أصخب منا قيلنايو عشر كان وحان كفا إيدينا إن أرضيغا لغو تربيهيو قابك وحو أقرن لها عدتك إيغا كور وقات وحا او لمغلا يشيق هل اكل دقدق عود نظيفه ان ارضي لو تربيهو ومهم عشركا كويه تمناد سدا ايان كفهمينا وحروسي قد بينا عشركا لبيه تمناد الدرس الثاني عشر. من ربي ومن نبي؟ ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربي ربي جي الله والله ونبي نبي جي جنا محمد ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربي ربي جي الله وألي ونبي نبي جي جنا محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم. وحاكلو للربا أرضي إن لقط لبراء ربي جيس يا نبي جيسا إن لقط تربيهو أما الله قش كي ربي جيس يا نبي جيس صلى الله عليه وسلم سدا كتاب كان كارنو أوده ربي جا ياوي من ربك مرك لده أوديه كرو ربي الله ربي جي جوا الله ينوديه كرو ونبي نبي ومن نبيك ملك لنا ذنا أوديه كرو نبي جي جوا محمد صلى الله عليه وسلم مركا عشر كيلنا تاس أيام كفا إلينا عشر كلا بيت ثمانات عشر كاس دحية ثمانات أيام أسي قد بينا. ما ديني وما كتابي؟ ديني الإسلام وكتابي القرآن. عشر كنا وحن كفا إلينا أرضي دين تأو أمين سيهاي إن لبرو هي كتاب كأو هستو إن لبرو دين تيدا وا إسلام إنو ديه كرو مالك لدوه ما دينو دين تادو محيطة هاي مالك لدوه إنو ديه كرو ديني الإسلام دين تيسا إني ديمها كلا إيوغا درسو من لبرو دين تيسا إني دين إسلام تهي دين الحق إني تهي إن لبرو مهم ويان ودو هادو ديني الإسلام دين تيدا وا إسلام إنو دو كتاب كيسانا لبرو دوه وكتابي كتاب كيغانا القرآن وقرآن كتاب كا أني لا أن لا يجربوا إن أن برتوا أن كلقمو أو إيه جاميو وحو يجربي أن كهر وحو يفرين أن سميو وقرآن إنه له أرضي جو حان كتاب عشر كان كفا إلينا إن لو تربيهو دين تيسا إن إسلام تهاي لبرو كتاب كيسنا إن قرآن يهاي عشر كان سدح يتمنادنا إنت أيو كويجي عشر كأفر يتمناد عشر كأفر يتمناد ومدرستي مدرستي وعشر ك أما أنت قادم دونه أحب مدرستي لا أغيب ولا أتأخر. أحب وحن جعلها مدرستي مدرستي لا أنجعلها لا أغيب أجن بمايو أما كم مقنان مايو ولا أتأخر منك صداها إن سيدوك لأرضيك لغو تربيه جعلك مدرسة ديسة
inay madrasada meel fiican oo ilaahay diintiisa laga soo barto ay tahay, meel mawaad kala duwan laga faa'iido mustaqbalkiisa noloshiisa ay tahay, ayaa la rabaa in lagu tarbiyeeyo oo uu dhaho uxibu waxaan jeclahay madrasatii madrasadayda, laa ahibu u ganbi maayo waqtiyada aan fursadda leeyaho madrasadeeda ay furan tahay u ganbin maayo meelo kale ku mashquuli maayo, walaa ataakhar mana ka soo daahayo, muhiim weeyaan mawduucan madrasatii. Cashirka shan iyo tobanaad waxaa socda cashirka mawduuca madrasatii. Actanii binadaafati madrasatii wa thiyaabi, actanii waxaan danaynayaa binadaafati madrasatii madrasadayda nadaafadayda ayaan danaynayaa, wa thiyaabii iyo dharkayga nadaafadiisa. Waxaa kaloo la rabaa in ardayga lagu tarbiyeeyo inuu madrasadiisa daneeyo, wixii wasaqa madrasadiisa uu ku arka inuu ka qaado, waxaa waaye wixii madrasadiisa u wanaagsan inuu kusoo daro ayaa la rabaa. Uu dhaho actanii binadaafati madrasatii madrasadayda nadaafadayda ayaan danaynayaa, wa thiyaabii dharkayga nadaafadiisana waan danaynayaaho dhar wasaq leh ma ku baxayo. Sidaasna waa muhiim in lagu tarbiyeeyo ardayga nadaafadda madrasadiisa iyo nadaafadda dharkiisaba in uu ilaaliyo. Cashirka lix iyo tobanaad ee ugu dambeeya cashirka maanta aan qaadan doono, astamicu ilaa darsii wa uxaawilu fahmahu jayida, astamicu waxaan dhegaysanayaa cashirkayga, ilaa darsii cashirkayga waan dhegaysanayaa cashirka markuu macalimka sharaxayo, astamicu waan dhegaysanayaa, ilaa darsii cashirkayga waan dhegaysanayaa, wa uxaawilu waxaan isku dayayaa, fahmahu fahamkiisa, jayida si fiican inaan u fahmo ayaan isku dayaya. Cashirkan muhiim weeyaan mawduucan madrasatii aad ayuu muhiim u yahay. Ardayga markuu madrasadiisa tago waxyaaba badan ayuu la kulmayaa. Waxaa la rabaa ardayga macalimka markuu cashirka u sharaxayo inuu ihtimaam siiyo, uu dhegaysto, maxaa yeelay waxaan macalimka uu sharaxayo waa wax berri lagula xisaabtamayo, imtixaan ku galayo, su'aalo laga weydiinayo. Waxaa laga rabaa marka inuu ihtimaam siiyo macalimka, uu dhegaysto cashirka, uuna ku dadaalo sida uu ku fahmi lahaa haddana cashirkaas. Marka wuxuu yidhi astamicu waxaan dhegaysanayaa, ilaa darsii cashirkayga ayaan dhegaysanayaa, wa uxaawilu waxaana isku dayayaa, fahmahu fahamkiisa, jayidan si fiican inaan u fahmo ayaan isku dayayaa. Cashirkeena maanta intaas ayuu ku eg yahay. Intaan uga kulmi doonaa cashirka xiga waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.